السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الست شيماء، معلمة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي من المدرسة العراقية الألمانية. درسنا لهذا اليوم بعنوان حروف التهجي العربية. حروف التهجي العربية هي ألفاظ وأصوات لها رموز كتابية. هي ألفاظ وأصوات لها رموز كتابية. ابتكر رسمها العرب الأوائل. فإذا جمعنا حرفين أو أكثر تكونت كلمة، ومن الكلمات نركب جملا، ومن الجمل نركب كلاما مفيدا. كلاما مفيدا يعني كلام يؤدي إلى معنى، مثل كتب. كتب تتشكل هذه الكلمة من حرف الكاف والتاء والباء. كتب. ومازن من الميم والألف والزاي والنون. ودرسه. درسه من الدال والراء والسين والهاء. ونركب جملة مفيدة. التلميذ نشيط. التلميذ نشيط. التلميذ نشيط. هذه جملة مفيدة. هذه جملة مفيدة. وهذه الحروف لها رموز وأسماء. هيا بنا لنتعلم كيفية قراءة هذه الحروف. رمز أول حرف همزة. همزة هكذا تكتب. همزة. ألف. ألف. باء. باء. تاء. تاء. ثاء. ثاء. جيم. جيم. حاء. حاء. خاء. خاء. دال. دال. ذال. ذال. راء. راء. زاي. زاي. سين. وشين. وصاد. وضاد. وطاء. وضاء. عين. غين. فاء. قاف. كاف. لام. ميم. نون. حاء. واو. ياء. ياء. وننتقل إلى حل التدريب الأول. رتب الأسماء التالية على وفق الأرقام التي تقابلها بعدد أحرفها كما في المثال. لدينا كلمات. كلمات، مجموعة كلمات نرتبها على حسب عدد أحرفها. لدينا ثلاثة أحرف مثل كلمة عين، متكونة من العين والياء والنون. عين، ياء، نون. عين. ولدينا حرفين مثل كلمة يد، الياء والدال. ولدينا أربعة حروف مثل كلمة كتاب، الكاف والتاء والألف والباء. كتاب. ولدينا خمس حروف مثل كلمة سفرجل، السين والفاء والراء والجيم واللام. سفرجل. سفرجل. ولدينا ثلاث أحرف مثل كلمة أسد، الهمزة والسين والدال. وأربعة أحرف أيضا مثل كلمة مرمى. مرمى من الميم والراء والميم والألف. ولدينا
ستة حروف مثل كلمة استبرق. استبرق من الهمزة والسين والتاء والباء والراء والقاف. وننتقل إلى التدريب الثاني. صل بين الاسمين المتشابهين بالحروف. صل بين الاسمين المتشابهين بالحروف. مثلا كلمة مازن من الميم والألف والزاي والنون تتشابه مع كلمة زمان. زمان. وكلمة رغيب من الراء والغين والباء تتشابه مع كلمة غريب. غريب. وننتقل إلى كلمة عبير. عبير تتشابه مع كلمة ربيع. ربيع. وننتقل إلى آخر كلمة لح. لح تتشابه مع كلمة ملح. ملح. وننتقل معكم إلى التدريب الثالث. اكتب في الفراغ الأحرف التي تتكون منها الكلمة رسما واسما متبعا المثال الأول. متبعا المثال الأول. لدينا كلمة، لدينا حرف من. 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 من الميم والنون. رمزها ميم نون. اسمها، اسم حرف الميم كتابته ميم نون. ننتقل إلى الكلمة الثانية فيل. من الفاء والياء واللام. فاء ياء لام. وتكتب فاء ياء لام. وننتقل إلى الكلمة الثالثة سماء. من السين والميم والألف والهمزة. سين. سين. ميم. ألف. همزة. وننتقل إلى الكلمة الرابعة ورقة. ورقة. من الواو والراء والقاف والتاء. واو. راء. قاف. تاء. وننتقل إلى الكلمة الخامسة حديقة. حديقة. من الحاء والدال والياء والقاف والتاء. حاء. دال. ياء. قاف. تاء. وننتقل إلى الكلمة الأخيرة رجع. رجع. من الراء والجيم والعين. راء. راء. جيم. عين. وننتقل إلى التدريب الرابع. لاحظ المثال واكتب كلمات على وفق المثال. لدينا ثلاث حقول. الحقل الأول مجموعة أرقام، والحقل الثاني الكلمات، والحقل الثالث أسماء الحروف. أولا ثلاثة حروف مكونة من كلمة جمل. جمل. اسم هذه الحروف الجيم. الجيم. والميم. واللام. وننتقل إلى ثلاثة حروف أيضا. عين مكونة من كلمة عين. العين. والياء. والنون. وننتقل إلى أربعة حروف. مرمى. مرمى. من الميم والراء والميم والألف. وننتقل إلى حرفين من كلمة يد. يد. الياء والدال. ياء. دال. وننتقل إلى حرفين أيضا
مكونة من كلمة من. من من الميم والنون، ميم نون. وننتقل إلى أربعة أحرف في كلمة كتاب. كتاب من الكاف والتاء والألف والباء. كتاب. إلى هنا نكون قد انتهينا من حل هذه التدريبات من موضوع حروف التهجي. درسكم وواجبكم أن تكتبوا هذه التدريبات مع الحل في دفتر القواعد. شكراً لحسن إصغائكم.